صباح الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جيم ولينكس. معليش تاخرت اليومين هذه اسبوع، يمكن ما طلعت الفيديو يوتيوب ستارز راح الدب. عموما جيت رحت عشان صار عندي في شغل وخلصوا، بعدين بعد ما خلص الشغل جاني وجع بالبطن. فيلم طويل اليوم راح اكلمكم عن برنامج يونت بوت ان. برنامج الغاية منه هو انه ملف الايزو اللي هو تحمله من الموقع الخاص بتحميل النظام يحط لك على الفلاش، بدل ما انك تضيع اسطوانات عندك كل يوم تحرق اسطوانه كل يوم تحرق اسطوانه، خلي عندك فلاش تنقله معك مثلا تركبه اي مكان، اوكي، بحيث ان الفلاش يكون قابل للاقلاع. شرط يكون الكمبيوتر حقك قابل للاقلاع، اذا كان الكمبيوتر ما يقبل اقلاع اشتغل على سي دي او شوف طريقتنا الجديده راح اتكلم عنها اليوم. البرنامج فيه طريقتين، الطريقه هذه الاولى اللي هي حقت الفلاش، الطريقه الثانيه التحميل من الهارد ديسك. راح نشوف. اول ما اسم البرنامج افتح طرفيه عشان اثبت البرنامج، تمام. طبعا ما راح اشرح لك كيف تثبت البرنامج، شوف توزيعتك حسب توزيعتك تحت ثبت البرنامج. اسم البرنامج كالتالي يونت بوتن، اوكي، طبعا متوفر للويندوز، اذا كنت على الويندوز حاب تنتقل موجود البرنامج هذا الويندوز. بعد ما انك تثبت هذا البرنامج باي طريقه إن كانت، تمام، حسب طريقتك الموجود تحت الوصف، اقرا الوصف، تمام. هذا البرنامج حطيته عشان تشوف ما بنضيع وقت. طيب بعد ما انك تجيبه هنا ايش راح تسوي؟ راح تفتح البرنامج، اما انك تكتب اسمه بالطرفيه ضغط انتر او انك بتحصله مع سيستم تولز هنا، هذا هو البرنامج. اذا فتحت البرنامج طبعا بحاله استثنائيه اللي هي اذا طلعت كرساله هذه معناته تمام. اذا فتحت البرنامج فتح معك بدون ما يسالك عن الباسورد ترى ما راح يشتغل، تمام. لذلك اذا هو دخل اول مره تشغله وما سالك عن الباسورد تلقائيا سكر واكتب هنا جي كي اس يو يونت بوتن. طيب ما فتح جي كي اس يو، جي كي اس يو عباره عن برنامج ثبت الجي كي اس يو، اذا كنت على كي دي اي ممكن ثبت كي دي اي اس يو، ماشي، ثم تكتب يونت بوتن. خلينا نشوف كي دي اي اس يو مثبت انا ولا لا. ها مثبت عندي، اصلا ما زال في عندي البتاع ذا، شفتوا راح يطلب مني الباسورد، راح ادخل الباسورد حقي اضغط على اوكي. اوكي هذا البرنامج. من فوق هنا يخيرك بالتوزيعات، مثلا تقول توزيعات ابونتو، تمام، يعطيك اللي هي الموقع الرسمي حقه ثم يعطيك ذي ثم تحميل، يقول لك ضلاي فيجن الاونس بوتنج ولا الى اخره، يعطيك هنا بعض التوزيعات ممكن تختارها. انا ما احب الطريقه هذه، تضيع وقتك وتقعد تقرا وتخربط. شوف توزيع انت تبيه وش هي، لينكس مينت ابونتو ديبيان فدورا اي شيء. حمل النسخة من الموقع الرسمي حطها عندك على الهارد ديسك ثم اختر على المنطقة هذه، اضغط على النقاط دي الثلاث ثم من اي مكان. طبعا عندي هذا الملف ايزو مليون بلاوي، في سنز هنا يعني حاجات مزينة زين، لكن ممكن نختار مثلا هنا في دورة مثلا، اوكي، كم النسخة هذه 19 هذه اخر نسخة نزلت. بعدين بعد ما انك تخلص تختار يو اس بي، اذا كان انت بتحطه على الذاكرة الخارجية تختار حرف اليو اس بي من هنا، انا ما شبكت على الذاكرة الخارجية لكن يظهر لك حرف اليو اس بي، اذا كان قسم واحد وهو المعتاد اظهر لك اس دي اي 1 او اس دي بي 1، اوكي، اضغط على اوكي، انتظر لحد ما انه يخلص وينتهي. لاحظ انه في فكره هنا اللي هي خاصه بالابونتو فقط، الابونتو ممكن تكون معك نسخه محموله بحيث ان التعديلات الموجوده تبقى موجوده، لكن لعلمكم ترى احيانا يطلع فيه كراشات وبجز والى اخره. الفكره منه انه انتم عارفين اللايف سي دي ما يمكن التعديل عليه، لكن الابونتو اذا انت حطيت عندك مساحه هنا معينه ممكن تقدر تعدل، لكن يفترض انك ما تعدل لانه يصير فيه مشاكل وجربت انا. طيب الطريقه الثانيه اللي مؤخرا صرت استخدمه كثير هذه هارد ديسك. ليش يجيب فلاش ما ادري وش والى اخره؟ ثبت من الكمبيوتر نفسه. فانت كنت تختار الهارد ديسك، طبعا تختار قسم الروت عندك ثم اضغط على اوكي. هو ايش راح يسوي؟ راح يحمل الايزو هذا والنسخه على الهارد ديسك عندك اذا كنت تستخدم جينو لينكس فقط. بعد اعاده التشغيل راح يطلع لك مدخل جديد بالبوت، طبعا اسم التوزيع حقتك مثلا الفدورا ارت لينكس لينكس بنت اي كانت، بتحصل تحت يونت بوت ان، تضغط عليه ويفتح عادي كانك مقلع من الفلاش وسريع جدا، ترى تشتغل عليه كانك تشتغل على الكمبيوتر يعني كانك مثبت النسخه، تمام. ثم هناك ثبت، لكن في فكره معينه لما تثبت النسخه من القسم، القسم المشغول ما يمكن حذفه او ممكن تعديله. يعني اذا كنت انا الحين حاب اثبت من الارتش لينكس، هذا ارتش لينكس ابي اثبت ابونتو، فانا رحت بثبت ابونتو، اثناء عمليه تثبيت الابونتو ما اقدر اثبت على قسم الارتش لينكس لانه مشغول حاليا، فاثبت الابونتو عندي في مكان معين بالهارد ديسك، تمام، ثم بعد اعاده التشغيل احذف الارتش لينكس تبي احذفه. طيب اذا انتهيت خلصت من تجربتك البرنامج تلقائيا اذا فتحته وهو اكتشف انه مثبت نسخه داخل الهارد ديسك حقك راح يقول لك انه في نسخه، يس للحذف، نو للترك، تضغط على يس ثم يحذفها. بس هذه ببساطه فكره برنامجنا اليوم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، بإذن الله، ولا تنسون تقرون الوصف.